السلام عليكم أخوتي متابعي القناة. اليوم جبت لكم واحد الخلطة جيدة جدا ومفيدة. هي خلطة قديمة ونفس الوقت جديدة ومستعملة، وهي خلطة تجعل من اللوندوي أو عجينة الجدران صلبة ومقاومة للرطوبة، لأن اللوندوي هو أضعف مادة للرطوبة، لا يقاوم الرطوبة، وهذه نقطة ضعفه. لذا نضيف له بعض المواد تجعله صلب ومقاوم للرطوبة في نفس الوقت. والمواد سهلة وبسيطة جدا. أول مادة بطبيعة الحال هي عجينة البلاستيك أو لوندوي بلاستيك بريباري، يعني جاهز. المادة الثانية هي مثبت الدهان أو معروف. المادة الثالثة وهي مادة منزلية، وهي زيت الطعام الموجود في كل بيت. نقوم بخلط المقادير تقريبا 10 كيلوغرام مثل هذا الدلو أوندوي، كأس مثل هذا تقريبا مثبت، وكأس من الزيت. نقوم بخلطهم جيدا ونترك العجينة ترتاح لمدة ساعة، ثم نقوم بتطبيقها على الجدران، وإن شاء الله تنال إعجابكم وراح تنفعكم بزاف. وإذا عجبتكم ادعونا معكم دعوة الخير، وما تنسوش أبوني، والسلام عليكم.